السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يا ولاد معانا فيديو جديد خاص طلبة الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله النهاردة يا ولاد هنكمل مع بعض lessons 1 and 2 من الوحدة التالتة unit 3 اللي اخدناها المرة اللي فاتت. هنخلص ان شاء الله النهاردة الدرس الاول والتاني على خير، وهناخد جزء الجرامر، وهناخد اجزاء الريدنج، وهناخد حاجات مهمة جدا جدا. اوعى تفوت الفيديو ده وتابعه للاخر، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك معايا ونورني، واوعى تنسى تدوس على زرار اللايك. ويلا بينا بسرعة نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هناخدها مع بعض النهاردة يا ولاد جزء الجرامر اللي بيتكلم على have got and has got. have got و has got يا ولاد معناها يملك أو لديه. سمع حد كده بيقول لي الله تيتشر ما احنا كنا واخدين verb to have اللي هي have و has، وكان برضو معناهم يملك. ايه ده، هم غيروها ولا ايه؟ لا والله ما غيروهاش ولا حاجة، هي برضو لسه موجودة. ال have وال has معناهم يملك، بس دي بنستخدمها في الامريكان اكتر، في الامريكان انجليش اكتر، الانجليزي الامريكي اكتر. في البريتش انجليش، في الانجليزي البريطاني بيستخدموا have got و has got، وبيبقى معناها يملك او عنده او لديه، نفس المعنى بالضبط يا ولاد. ولو انت مذاكر ال have وال has اللي انت بتقول اللي انت عارفهم، يبقى انت هتسهل عليك كتير جدا لما تيجي تاخد النهاردة ال have got وال has got. ليه يا تيتشر؟ لان ال has got تروح مع ال he وال she وال it والاسم المفرد زي ال has بالضبط اللي انت واخدها، وال have got بتروح مع ال I وال you وال we وال they وال plural noun او الاسم الجامعة زي ال have بالضبط اللي انت واخدها. ففي الجزئية دي انت كده هتستريح، زي ما كنت مذاكر ال have وال has هتلاقي الجزئية دي مشتركة عندك في ال has got وال have got. نقولها تاني يا ولاد، يبقى ال I وال you وال we وال they وال plural noun بيروحوا مع ال have got، لكن ال he وال she وال it والاسم المفرد بيروحوا مع ال has got. لو هتتلخبط، المفرد has got والجمع have got، المفرد has got والجمع have got، المفرد has got والجمع have got. لكن ما تنساش ان ال I بتروح مع الجمع، بتعامل زي الجمع بالظبط. طيب بيقول لك هنا have got اختصارها apostrophe v e got، نخلي بالنا منها. وال has got اختصارها apostrophe s got. ايه ده يا تيتشر؟ ما هي الابوستروفي اس دي كانت اختصار لايز، اعرف بقى منين ان هي هنا اختصار لهاز؟ عادي خالص، هتلاقي كلمه got، لو لقيت كلمه got يبقى هي اختصار لمين؟ لهاز. مديني هنا مثالين. اول جمله بيقول لي they have got blonde hair، يعني هم عندهم لديهم شعر اشقر. الجمله الثانيه she has got dark hair، هي عندها لديها شعر غامق. طيب لو حبيت بقى يا تيتشر انفي ال have got وال has got اعمل ايه؟ هنا بقى هقول لك انسى خالص ال have وال has اللي انت كنت واخدهم، لان طريقه النفي هنا غير طريقه النفي هناك. طيب دول يا تيتشر بيتنفوا ازاي؟ كل اللي انت بتعمله اللي انت بتزود كلمه not، بضيفها فين ال not دي؟ بعد ال have او ال has على طول. يعني بدل ما تقول have got هتقول have not got، وبدل ما كنت بتقول has got هتقول has not got. بينفع اختصر؟ عادي خالص، اختصر ال have مع ال not هتبقى haven't، haven't got، واختصر ال has مع ال not هتبقى hasn't، hasn't got، haven't got، hasn't got، haven't got، hasn't got. طب معناهم ايه؟ خلاص بقى انت كده نفيت، ما عندوش، ليس لديه، لا يملك. والفاعل هو هو ال I you we they plural noun مع haven't got، وال he وال she وال it والاسم المفرد ال singular noun مع hasn't got. يعني مثلا اقول لك we haven't got cars، يعني احنا ما عندناش سيارات. اقول لك مثلا he has not got a beard، يعني هو ما عندوش لحية. خلاص كده يا ولاد، يبقى have not اختصارها haven't، واوعى تنسى ال got haven't got، و has not اختصارها hasn't، واوعى تنسى ال got hasn't got. طيب لو عايزة يا تيتشر اسأل اعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله يا بطل اللي انت ابدأ بال have او ال has، وبعد كده استخدم الفاعل او ال subject، واوعى تنسى كلمة got. هنا ال got بص ثابتة معاك في كله، اثبات نفي سؤال، اوعى تنسى كلمة got. يعني مثلا اقول has he got a car، يعني هل هو عنده سيارة؟
لو هو فعلا عنده هقول ايه؟ Yes he has. جبت he has منين يا تيتشر؟ عادي والله جبتها من السؤال، عملت كروس ما بين اول كلمتين. طب ولو no يبقى no he hasn't، عملت برضو كروس، لكن النو لازم اضيف كلمة not في النهاية، ما ينفعش اقول no he has، غلط، no he hasn't. لو قلت have you got glasses يبقى معناها ايه؟ هل انت عندك نظارة؟ لو انت فعلا عندك نظارة هتقول yes I have، ايوة فعلا انا عندي. الله يا تيتشر اشمعنى بقى هنا ما قلتيش you have وعملت كروس ما بين اول كلمتين؟ هقولك والله انا فعلا عملت، بس اليو تنزلش يو في الاجابة، ما ينفعش اقولك هل انت عندك نظارة تيجي في الاجابة تقولي نعم انت عندك نظارة، اذا احنا هنهزر مع بعض ولا ايه؟ انا بقولك هل انت عندك نظارة، رد علي قولي نعم انا عندي نظارة، يبقى اليو هنا هتتحول في الاجابة لايه؟ لاي. yes I have، ولو نو هقول no I haven't. وده درس الجرامر اللي معانا يا ولاد، درس بسيط جدا جدا، have got and has got. الجزء الثاني في الجرامر يا ولاد بيتكلم لي على الفرق ما بين كان يستطيع وكانت لا يستطيع. كان وكانت على فكرة كان نوت هي كانت. كان بتعبر عن الابيليتي، القدرة، لو انا قادر اعمل حاجة بستخدم كان، ولو مش قادر اعمل حاجة inability، لا انا بقى في الحالة دي هستخدم ايه؟ كانت. طبعا اوعى تنسى الفاعل، الفاعل او السبجكت ده عندك في اول الجملة اساسي، وبعد كده هتستخدم الكان او الكانت، بس خلي بالك يا بطل ان الكان والكانت لازم يجي وراهم المصدر. يعني ايه المصدر؟ يعني الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ يعني الفعل مش مضاف له حاجه، يعني تقول لي بلاي يلعب، ولا تقول لي بقى بلايز، ولا بلاينج، ولا بلايد، ولا كلام من ده، الفعل فاضي مش مضاف له حاجه. اقول لك مثلا محمد صلاح كان سكور ماني جولز، كان اهي جه بعديها الفعل في المصدر. طب معنى الجمله ايه؟ محمد صلاح يستطيع ان يحرز الكثير من الاهداف. طيب الجملة التانية بتقول لي I can't pick up that box my arms are weak. هنا بقى استخدمنا can't اللي هي معناها لا يستطيع، أنا لا أستطيع أن ألتقط ذلك الصندوق my arms are weak، أذرعي ضعيفة. طب لو عايزة يا ولاد أسأل بكان أعمل إيه؟ عادي خالص ابدأ بيها السؤال. طب والفاعل يا تيتشر أحطه فين؟ حطه بعد كان. can I can he can she can you can they can we، براحتك، المهم اللي انت تبدأ بكان. طب كان هنا بيبقى معناها ايه يا تيتشر؟ يستطيع؟ لا، هيبقى معناها هل يستطيع، هل تستطيع، هل نستطيع، هل يستطيع، المهم تحطي لي هل طالما هي جاية في الاول. يعني مثلا اقول لك can you climb a tree، هل تستطيع ان انت تتسلق الشجرة؟ لو فعلا هتقدر هتقول لي ايه؟ yes I can، ولو لا no I can't. وهنا خلي بالك ان اليو اتحولت في الاجابه لايه؟ لاي. ومع النو اوعى تنسى تحط كلمه نوت في نهايه الاجابه. طيب لو عايزه يا تيتشر استخدم كان في سؤال، بس مش هبدا بكان، لا انا عايزه ابدا باداه استفهام، عادي خالص حط اداه الاستفهام في الاول وبعد كده كان وبعد كده السبجكت او الفاعل. يعني مثلا اقول لك what can you do احمد. طب معنى السؤال ايه يا تيتشر؟ what معناها ايه؟ ماذا. وكان معناها ايه؟ يستطيع. ويو انت، ودو تفعل، يعني ماذا تستطيع ان تفعل يا احمد؟ هيرد عليك احمد يقول لك I can lift heavy weights، الحاجة اللي هو بيقدر ايه يعملها. طيب في يا سيدي تعبيرات تانية ممكن نستخدمها علشان نعبر عن القدرة. اول تعبير هو able to، able to، able to. بس able to يا ولاد ليها شرط، لازم نيجي قبليها ال verb to be am او is او are. طبعا انتوا عارفين امتى بقول ال am مع ال I، وامتى بقول ال is مع ال he وال she وال it وال singular noun الاسم المفرد، وامتى بقول ال are مع ال you وال we وال they وال plural noun والاسم الجمع. يبقى able to يا ولاد لازم يجي معها ايه؟ برافو، am او is او are. يعني اقول am able to، is able to، are able to، وبيجي وراهم برضو المصدر زيهم زي كان بالضبط. يعني مثلا اقول لك I am able to drive a car، يعني انا قادر ان انا اسوق سيارة. طيب لو حبيت يا ولاد انفيها، لو عايز اقول انا مش قادر اقود سيارة، انفيها ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان انا دايما بستخدم كلمة not في النفي، not، not،
not. طب ال not يا teacher مكانها فين؟ بعد ال verb to be على طول. يعني أقول am not able to, is not able to, are not able to. يبقى ال not مكانها فين يا ولاد؟ بعد ال verb to be على طول. am not able to, is not able to, are not able to. وطبعا المصدر هو هو, مش بنغير ولا حاجة. يعني لو حبيت أنفي الجملة دي هقولها ازاي يا ولاد؟ I am not able to drive a car. أنا مش قادر أسوق أو أقود السيارة. ده تاني تعبير يا ولاد ممكن أستخدمه علشان أعبر عن القدرة اللي هو إيه؟ be able to. be هنا المقصود بيها am أو is أو are, وطبعا بيجي وراها الإيه؟ المصدر. تالت تعبير معايا ممكن أستخدمه هو the ability to أو the ability of. لاحظ ان the ability موجودة عندك, بس احيانا بقول the ability to واحيانا بقول the ability of. هتفرق؟ هتفرق. the ability to بيجي وراها مصدر infinitive, لكن the ability of بيجي وراها verb ing. بس خلي بالك the ability to أو حتى the ability of لازم نيجي قبليهم have أو has. عشان كده التركيب الثالث اللي بنستخدمه النهاردة مع بعض علشان نعبر عن القدرة هيبقى have or has the ability to المصدر أو the ability of verb ing. طب امتى بستخدم الهاز وامتى بستخدم الهاف؟ طبعا انتوا عارفين حاجة زي دي, الهاز مع الهي والشي والات والسنجلر ناون الاسم المفرد. طب الهاف مع الاي واليو والوي والذي والبلورال ناون او الاسم الجمع. يعني اقول لك مثلا I have the ability to drive a car. انا عندي القدرة ان انا اسوق سيارة او اقود سيارة. او I have the ability of driving a car. لو خدت بالك ان ability to جواراها مصدر, لكن ability of جواراها verb ing, وفي كلتا الجملتين لازم استخدم يا اما have يا اما has. طب ليه استخدمت have؟ علشان ال subject او الفاعل اللي عندك I, والI بتاخد الايه؟ الهاف. هقولها لكم مرة تانية يا ولاد, have او has دي ثابتة معاك, the ability to المصدر او the ability of verb ing. طب لو حبيتي تيتشر ان فيها اعمل ايه؟ خدناها قبل كده برضو يا ولاد, الهاف والهاز لما بحب انفيهم بنفيهم ازاي؟ يا اما بقول don't have, يا اما بقول doesn't have. ايه ده يا تيتشر؟ امال الهاز راحت فين؟ ولا ليها اي وجود في النفي؟ لان احنا قلنا برضو قبل كده ان ال don't وال doesn't لازم بيجي وراهم المصدر او الانفينيتيف, والمصدر عندك هو كلمة have. has دي ما تعتبرش مصدر. يبقى علشان تنفي يا اما هتقول don't have, يا اما هتقول doesn't have. وكمل جملتك عادي, the ability to المصدر the ability of verb ing. على اساس مين احط don't have or doesn't have؟ على اساس ال subject. لو ال subject او الفاعل هي او شي او it او singular noun, انت هتختار doesn't have اللي فيها الاس. لكن لو لقيت ال subject I, you, we, they او plural noun اسم جمع, فانت هتختار don't have. وده التركيب التالت اللي معايا يا ولاد اللي بستخدمه برضو علشان اعبر عن القدرة. نجمع افكارنا, يبقى احنا كده خدنا النهاردة التلات حاجات بستخدمهم علشان اعبر عن القدرة. يا اما بقول can يستطيع وراها المصدر, يا اما am is are able to وبعد كده المصدر, يا اما have or has the ability to المصدر, أو have أو has the ability of verb ing. عندي هنا يا ولاد جزء listening أو استماع محادثة دارت ما بين مازن ومامته. مازن بيقول إيه؟ There is my friend سمير. ده صاحبي سمير. My friend صاحبي سمير. راحت الأم ردت عليه وقالت له I don't know سمير. أنا ما عرفش سمير. What does he look like? Look like هنا يا ولاد معناها يشبه, ومعنى السؤال ده هو شكله إيه؟ What does he look like? What does he look like? هو شكله ايه؟ اوصفه لي. رد عليها مازن قال لها He's got short dark hair. وهنا عايز اسألكم سؤال, يا ترى الابوستروفي اس دي اختصار لايه؟ انا يا تيتشر شايف كلمة got, يبقى هي already اختصار لكلمة has. يعني هو عنده شعر غامق وقصير. رجعت الام قالت له I think I can see him. أنا أعتقد إن أنا شفته. Has he got glasses؟
هل هو عنده نظارة؟ رد عليها مازن وقال لها no, لأ he hasn't, ما عندوش. his dad's with him, بابا معاه. ردت الأم قالت له has Samir's dad got a beard؟ طب الأبوستروفي إيه بقى دي يا تيتشر؟ إيه ها دي بقى السلم الملكية يا ولاد، يعني هل والد سمير عنده لحية؟ سمير's dad، والد سمير، دي بقى اسم الملكية، سمير's dad، والد سمير. يبقى هل والد سمير عنده لحية؟ رد عليها مازن وقال لها yes he has، ايوة فعلا هو عنده. رجعت الام قالت له oh yes I can see سمير now، انا دلوقتي اقدر ان انا اشوف سمير. وكان يا ولاد جي وراها الايه؟ المصدر. بعد كده عندي جزء reading نتكلم فيه على محمد صلاح. بيقول لي محمد صلاح is my favorite sports star، محمد صلاح هو نجمي الرياضي المفضل. انا بوصف النجم الرياضي ان هو مفضل، استخدم كلمة مفضل الاول لان هي الصفة. my favorite sports star، my favorite sports star، وقلنا ان sports star معناها نجم رياضي. he plays football، هو بيلعب كرة قدم، واوعى تنسى الاس في كلمة play لان الفاعل عندك مفرد. هو بيلعب كرة قدم for لصالح a very good team، فريق جيد جدا. in Europe، في اوروبا. he plays for، هو بيلعب لصالح Egypt، مصر too ايضا. he's very good at، هو جيد جدا في. good at يا ولاد معناها جيد في، good at جيد في، good at جيد في. هو جيد جدا في ايه؟ scoring goals، احراز الاهداف. خلي بالكم يا ولاد ان good at لازم ان يجي وراها فعل ing، عشان كده ما قلتش score، no I said scoring. هو جيد في scoring goals، إحراز الأهداف. he is a fast runner، هو عداء سريع. محمد صلاح has usually got a big smile، محمد صلاح has usually got، عنده a big smile، ابتسامة كبيرة. هنا smile جاية بمعنى ابتسامة، مش جاية بمعنى يبتسم. a big smile، ابتسامة كبيرة، بوصف الابتسامة إنها كبيرة، ابدأ بكلمة كبيرة الأول. he is quite short for a footballer، يعني هو الى حد ما قصير على انه يكون لاعب كرة قدم. he is 1.75 meters tall، هو طوله حوالي متر وخمسة وسبعين سنتي. خدتوا بالكم قلت tall ما قلتش long، لان اطوال الاشخاص تخدم معاها دايما كلمة tall. in this photo، في الصورة دي محمد صلاح has got، عنده has got، واستخدمت has got ليه؟ لان محمد صلاح مفرد. has got عنده dark curly hair، شعر مجعد وغامق، and a beard، ولحية. he is a kind person، هو شخص عطوف. بوصف الشخص انه عطوف، استخدم كلمة عطوف الاول، واوعى تنسى الا لان person مفرد. he is a kind person، he gives money to build schools and hospitals in Egypt، يعني هو بيعطي مالا لإيه بقى؟ ها عشان ايه؟ علشان build، يبنوا schools، المدارس، and hospitals، والمستشفيات، in Egypt، في مصر. طب ليه تيتشر هنا ما قلتش give؟ قلناها كتير عشان هي مفرد، لازم ازود صوت الاس للفعل. he also، هو ايضا، gives money، بيعطي مالا to poor people، للاشخاص الفقراء. he is very friendly، هو ودود جدا. and he always، وهو دائما، talks to، يتحدث مع، his fans، معجبينه. he has not got، ما عندوش، ما عندوش ايه؟ much time، وقت كتير، for hobbies، لهواياته. but لكن when he is at home، لما بيكون في المنزل. when هنا يا ولاد معناها عندما، مش معناها متى خالص. when هنا معناها عندما، عندما he is at home، يكون في المنزل. he enjoys، هو بيستمتع، playing video games، بلعب ألعاب الفيديو. خلي بالكم ان enjoy جي وراها verb ing، ها؟ he enjoys playing video games and watching films، ومشاهدة الأفلام. إذا نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى نكون استفدنا منه. لو عجبنا الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، وما تنساش تدوس على زرار اللايك. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.